أستاذ سعيد مهران، لقب قديم، لقب قديم، واللي هم اللي أطلقوا عليك سعيد مهران، لقب قديم. طيب عشان أقول سعيد محمد عزمي كان عنده 20، خد 38 سنة سجن متقطعة، مظبوط؟ بدأت بسرقة وفي أول مرة لمدة 6 شهور في سرقة، ولما خرجت من السجن بدأت تحترف السرقة، واتسجنت أكتر من مرة بتهمة السرقة زي سرقة أنبوبة، واتحكم عليك بسنة سجن، وسرقة سلسلة ذهب، واتحكم عليك بثلاث سنين سجن، واتسجنت في قضية خطف فتاة لمدة 3 سنين. سعيد في كل مرة كان بيخرج كان بيحاول يتوب، ولكن في كل مرة كان بيرجع تاني، وتم اعتقالك 3 مرات، في المرة الأولى سنتين، والتانية سنة ونص، والتالتة 3 سنين. كنت متجوز 40 سنة ومراتك متوفية وعندك بنت في الصعيد دلوقتي. احكي لي بقى تفاصيل أكتر. 38 سنة في السجن في قضايا نشل وسرقة واعتقال. للظروف اللي احنا فيها فرضت علينا الدنيا، فرضت علينا ان الواحد يعيش. هنعيش ازاي؟ ما بنعرفش نقول لحد الدينة. شغل ما فيش شغل. 60 سنه يا استاذ سعيد. ايوه باشا. شغل ما فيش شغل، ما فيش حد قابل انه يشغل واحد يعني. فطبعا انا خرجت من الحبسه الاخرانيه دي، يعني انا يعني عفينا عن الاسئله بقى اللي انا خرجت من العشر سنين دول، التجأت للرعايه اللاحقه. لا بس انا ليا سؤال، انت ليه كل مره كنت بتطلع من السجن بترجع تاني؟ الظروف. الظروف، الحياه صعبه. الحياه صعبه. يعني اول مره دخلت كان عندك كام سنه؟ انا عندي حوالي 20 سنه. مش متعلم ولا متعلم؟ لا مش متعلم. مش متعلم؟ لا مش متعلم. منين اساسا؟ من مصر. من القاهره؟ من القاهره. دخلت في قضيه ايه اول واحده؟ كانت قضيه سرقه؟ كانت قضيه سرقه. كانت قضيه سرقه. وكان برضو كان كان اللي كان بيدفعنا بقى الخمور والبراسيم والحاجات اللي زي كده يعني. اللي هي كانت بتوصل الواحد لحاجه اللي زي كده. ولكن احنا دلوقتي ندمين على اللي احنا عملناه كله، وما بقاش في العمر بقيه. طلعنا بقى بعد مضي الكلام ده كله، طلبنا من ربنا التوبه والسماح، ونتعسم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا، يتقبل منا التوبه يا رب. وعايزين مساعدة. قلت أعمل كشك، بقالي 3 سنين ونص جاري ورا الكشك لحد دلوقتي، لحد دلوقتي كل الورق عملته. رحت لإدارة الرعاية اللاحقة؟ رحت الإدارة اللاحقة، مشكورة. إدارة الرعاية اللاحقة مشكورة، عملت لي جواب ووجهتني بيه للمحافظة. رحت المحافظة كملت كل الورق اللي طلبوه مني المحافظة. ومحلك سر، وقفت على كده. طبعا اضطريت إن أنا أشتغل عشان خاطر عايش، وانا اتجنبت اهلي نظرا للظروف السيئه اللي انا فيها. يعني عندك اولاد صح؟ عندي بنت ومتجوزه بعيد، يعني انا قطعت اهلي. علشان انا عندي اخوات برضو يعني في مراكز كويسه ومتعلمين. هم المستعرين منك ولا انت اللي مش عايز تروح؟ انا اللي مش عاوز، انا اللي مكسوف من نفسي ان انا يعني ابقى خال الدكتوره فلانه او ابقى خال المحامي فلان، انا اللي مكسوف من نفسي. فانا حبيت ان انا اعمل حاجه يعني تحسن من حياتي الكام يوم اللي فاضلين من عمر ابن ادم يعني. فمش عارف. هل قبل موضوع الكشك، طب الاداره بعتت، هل حصل استجابه ليك من الاداره؟ لا من المحافظه، من اي جهه؟ ابدا ابدا. انا عايز اقول لسعادتك يا باشا ان المحافظه قافله جميع الابواب. علما باني انا كنت عامل لسعادتك ده. المحافظة قافلة جميع الأبواب، علما بإن في أكشاك بتنزل. أنا ما أعرفش الأكشاك دي بتترخص إزاي، مش عارف. يعني دي كنت عاملها لسعادتك. أيوه. منتهى الصراحة. عاوزين. طب أنت دلوقتي بتصرف على نفسك إزاي؟ والله يعني أنا اللي مكتوب عندي في التقرير، أنا لما خرجت إن حضرتك كل مرة كنت بتطلع كنت بتحاول تشتغل بائع متجول. أيوه. بيتم اعتقالك. ودي وده اللي بيحصل. ياخدوا مني البضاعة، أتخانق معاهم، يقولوا عليا مشاغب، يحبسوني. وهكذا. دي ومش أول مرة. دي مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وكنا بندفع فرد على نفسنا. مش بقول إن الداخلية وحشة، لا، في أفراد وفي ضباط لا بأس بها. يعني في ضباط بتقف مع الواحد وبتساعد وبتساند وبتقول لك لو حد ضايقك تعالى، لو حد عكسك تعالى. ولكني بعض الأفراد، وهي قلة لحد وقتنا هذا،
تيجي تعاكسنا تعاكسنا في مرازقنا. الفساد موجود في كل مكان لحد دلوقتي. افراد بتيجي تعاكسنا في مركزنا. انا عملت باترينا بتاعت كبده، واحد صاحبي الدهاني وقال لي شغلها وان شاء الله ربنا يكرمك، وفعلا اشتغلت والعربيه اشتغلت وبقت زي الفل، وبقيت اصرف على نفسي واخدت سكن ب 300 جنيه. وبعدين قامت المظاهره بتاعت الاخوان كسروا العربيه، ده في شارع رمسيس، ده رمسيس، العربيه ما بقتش تنفع ولا طبله ولا طار. فانا عندي ترابيزتين كده من بتوع الفراشه، ما انا مش هقعد، عملت عليهم نصبه شاي، بقيت اعمل كولمان وكوبايات بلاستيك وسخن ميه واطلع الف على السواقين وعلى البياعين وعلى لحد اللحظه اللي انا بكلم سعادتك فيها دي. لحد دلوقتي ساكن فين وبتصرف ازاي؟ عايش على شويه الميه اللي انا ببيعهم دول، هم بيدخل لي 20 جنيه بيدخل لي 30 جنيه، وانا مش عايز اكتر من كده، مش عايز حاجه من دنيتي غير اني عايش بسطول بس، مش عايز. طيب نفس اللي سالته الاخ محمد، انت طالب ايه من الدوله النهارده عشان استاذ سعيد ما ترجعش تاني؟ يعني مش هرجع، انا عمري ما هرجع تاني، انا عندي 62 سنه، ارجع فين؟ انا مش عايز اموت في السجن ولا عايز اموت في الشارع. انا ربنا تعطف عليا وافتكرني برحمته اكون على فرشه بيتي، ما كنتش في الشارع، لان برضو محترم. في الشارع ابقى بتبهدل. ده كلام محترم جدا جدا الحقيقه، وانا اظن الكلام اللي انت قلته كفيل ان هو يحرك مشاعر اي مسؤول في الدوله عشان يوفر لك انت والاخ محمد على شاكلتكم ناس كتيره جدا محتاجين ان هم يعيشوا عيشه. طالما يعني تبت الى الله وندمت على ما فعلت فربنا يتقبل ان شاء الله التوبه. يا ريت. كلمه اخيره عشان نخلص وقت خير. حضرتك في الستينات والسبعينات كان زينا احنا بيعملوا لهم الاكشاك تبع الصحافه، وحضرتك سيدي العارفين من اساس الصحافه طبعا، كان بيقول لك الاكشاك ده للصحافه والمنحرفين المسجلين لكي يكونوا تحت اعين الامن. النهارده الاكشاك لصاحبات الفلوس والنفوذ بس، انا مش عايز الا لقمه عيش حلال اعيش منها. ايا كانت بقى كشك او غير كشك، المهم ان يكون فيه اكل عيش حلال. عرضوا عليا كشك وعرضوا عليا ستاند بتاع فاكهه، قلنا ماشي، وبعدين ما خدتش ده ولا ده. عموما احنا بعد قليل هيكون معانا ست اللي هو هشام ثروت، وهنشوف نقدر بالمناسبه وعدوني في الرعايه. انا لما زهقت من الموضوع بتاع المحافظه التجأت للرعايه تاني، لان انا ما عنديش مكان باب مفتوح قدامي غير هو الرعايه اللاحقه. رحت الرعايه اللاحقه قلت لهم المشروع بتاع الكشك مش نافع، وانا دلوقتي مهدد بالازاله لان البلديه جت وهتشيل البياعين اللي في ندر رمسيس، واكيد انا هتشال من ضمن البياعين. طيب هروح فين وهعمل ايه؟ دول حالتين من نماذج تابوا وخلاص وعاهدوا الله سبحانه وتعالى وعاهدوا انفسهم ان هم يمتنعوا عن الرجوع مره تانية الى الطريق الحرام، وعايزين يعيشوا حياه شريفه. فهل من مستجيب لرغبات هؤلاء؟ بعد الفاصل هكون معانا حالات اخرى.